عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا شيخ. نتحدثتم في الحلقة الماضية عن صلاة العيد وصفتها، اليوم لعلنا نتحدث عن العيد نفسه والمندوبات التي يندب أن يفعلها المسلم في يوم العيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعم، تحدثنا عن أن العيد مشتقة من العود أي التكرار، وتكلمنا عن يعني ما يجب فيها من حيث الصلاة يعني، ومن حيث أن تكون في الساحات، لا في المساجد إلا في الكعبة. ونزيد الأمر أكثر، نقول إنه يوم فرحة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد الناس يعني يمرحون وكأنهم يحتفلون في أيام كثيرة، فسأل قالوا له هذا كذا كذا في الجاهلية، فقال إن الله أبدلنا بهما عيدين، والأضحى والفطر. إذن هذه أعطاها الله سبحانه وتعالى للمرح وللتنفس عن النفس في في فيما أحل الله سبحانه وتعالى، لا ترتكب في المعاصي. ولذلك يعني الفقهاء تحدثوا عن قضية يندب اللباس الجديد إن أمكن، وإلا فيلبس لباسا نظيفا، لكن إن وجد الجديد قالوا هذا الفرق بين الجمعة والعيد، العيد يندب فيها الجديد والجمعة يندب فيها الغسيل، يعني الثياب المغسولة. نعم، ويندب لباس الأبيض كذلك. ويتحدث الفقهاء عن ذهاب السيدات أيضا النساء لحضور هذا المهرجان حتى يتأثرن بالخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بلال رحمه الله تعالى ورضي عنه بعثه للنساء فوعظهن وكنا يتصدقن، ويعني بلال كان قد كشف عن ثوبه يتلقى تلك الصدقات، فدل ذلك على أن الصدقات مطلوبة يوم العيد. مع المسائل الأخرى يتكلم على الفقهاء في الإمكان هذا، إذا كان يستطيع الإنسان أن يذهب إلى الصلاة من طريق ويرجع من طريق أخرى فليفعل. وقد اختلف العلماء في ذلك السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يفعل فيه هذا الفعل. قالوا إما أن يكون الأمكنة حتى تشهد له بذلك، وهذه لها نظائرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الناس بأن يغيروا أماكنهم في الصلاة ما بين الفريضة والنافلة، وكان مرة واحد صحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فريضة فأراد أن يتنفل في مكانه، فنهره عمر بن الخطاب وغير مكانه، قال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك، فدل على أن عمل الإنسان لازم ينوع قضية وقوفه وصلواته، لأن هذه أيضا يتكلم عليها العلماء، لأن الأرض تشهد لصاحبها يوم القيامة، فماذا به الإنسان يكون كثرة المواقع التي يصلي فيها والتي يطيع الله سبحانه وتعالى فيها كثيرة. فهذه مسألة العيد. نعم،
نعم. لا أعرف هل تركنا شيئا والله. طيب شيخ، الناس يسألون يعني على عادة عن قضية مثلا صلة الأرحام في الأعياد، قضية وقت صلاة العيد، الخروج لصلاة العيد كيف يكون؟ هل يعني يستحب له الأبيض من الثياب، وهل يشترط له أنواع معينة من الثياب؟ هذه ذكرناها، قضية كيف يخرج الإمام إلى المصلى وكيف يخرج المصلون كذلك. وتكلمنا عن قضية بعد المنزل وقربه. وهذه المسألة نعم تكلمنا عنها، لكن يعني عندنا صلة الأرحام هذه مسألة مهمة مهمة جدا، وهي فرصة للمتقاطعين. نعم، سواء كانوا ذوي أرحام أو غير ذوي أرحام. نعم، لأن هي القضية المسألة كلها مؤقتة، فالإنسان على ما يعني يخاصم أخاه ويعطيه دوره، فالمفروض هذه لا تكون بين المسلمين، لأن المسلمين نعم وطنهم الله سبحانه وتعالى على حب بعضهم لبعض. نعم، ولا يكون بينهم هذا التنافر. وإذا حدث شيء، لأن النفس نعم تغلب صاحبها، فعليه أن يتدارك ذلك وأن يستسمح صاحبه، نعم، ويطلب منه العفو، نعم، حتى ولو كان ليس غالطا. نعم، فذوي الأرحام مواصلة بعضهم بعض من باب أولى من بقية الخلق. نعم. طيب شيخنا، بعض الإخوة يسألون عن قضايا متعلقة بصلاة العيد، لعلنا نجيب عنها تكون أولى، وهي قضية الشك في التكبيرات، كم كبر، سبعا أم خمسا أم ستا، ماذا يصنع من شك في هذه الإمام التكبير؟ هذا الإمام، نعم الإمام، أو من صلى في البيت وحده. إذا كان شك في 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 النقص أو الزيادة، عليه أن يأخذ الحيطة بالزيادة. نعم، ولكن العلماء المالكية يتكلمون عن من صلى وراء الأتراك، وراء الأحناف، عفوا الأحناف، نعم، وراء الأحناف، لأنهم يرون التكبير ثلاث تكبيرات بعد قراءة الفاتحة. نعم. قالوا لا، قال العلماء لا يتبعونهم في ذلك. وبعض العلماء منهم الشافعية يكبرون ثمانية في الأولى، قالوا لا يتبعونه، لكن هذه مش قضية شك، وإنما يعني إذا كانوا متأكدين من ذلك. لكن الحطاب رحمه الله تعالى قال يتبع إمامه حتى ولو كبر ثلاث تكبيرات بعد الفاتحة كما يفعل الأحناف. نعم، يعني بعد ما يكمل الإمام إذا كان حنفيا يتابع تكبيراته من بعده، على رأي الحطاب. وأما المعتمد في المذهب لا يتابعه. لا، المعتمد في المذهب أنه هو يكمل بعد الإمام، يكمل يعني مثلا إذا كبر ثلاثا هو يكملها الباقي سرا. نعم. وقضية الشك يأخذ بالأحوط، يعني نعم، مثلا إذا خمسة أو ستة يقول إنه هو خمسة. أيوة، ويتم ذلك. طيب، أيضا من المسائل التي يسأل عنها حكم هذه التكبيرات، هل ترك هذه التكبيرات من صلى ساهيا أو حتى عامدا فكبر تكبيرة واحدة ونوى بذلك صلاة العيد، هل هذه مجزئة له أم لا؟ لا، ليست مجزئة، لأن هي تكبيرات العيد سنة، سنن، كل تكبيرة سنة، سنة مؤكدة يسجد لها كل تكبيرة، ولذلك يسجد لنسيانها. نعم. تماما. نعم. طيب، معنا اتصال شيخنا، أخت زهراء. السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أخت زهراء. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير إن شاء الله. نبي نفس السؤال يا شيخ. تفضلي. اليوم نبض الصبح والله بعد الرجع في خشق في دم وخشومي دم، قال لي سطر ما يسطرش. ورجع منه شيء؟ لا، ما رجعش للداخل الخارج. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. لا، ما رجع منه شيء. ما رجعش منه شيء. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. بالنسبة للشيخ القضية الصيام يعني موجود. واضح إن شاء الله تسمع الإجابة. عن اتصال آخر. نعم. الأخت هناء. السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخت هناء. معلش، نبي نسأل الشيخ، عندي قريبتي منع لها الدكتور الصيام، لأن هي دايرة كسرة ومركبة دعامات.
وعندها سيولة، هي دكتور منحها من الصيام يعني، فهي تبي تسأل على الفدية بتاع الصيام يعني شنو، لأن هي متعرفش روحها إن هي يعني تصح وتصيم ولا شنو، بتبي تشوف الفدية بتاع الصيام اللي ضاع لها هي شهر كلها ما صمتهاش. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. في طيب طيب شيخنا، باقي شيء تودون التنبيه عليه في قضية العيد وما يتعلق به من أحكامه وكذلك صلاة العيد؟ نعم، تكلمنا عنها في الماضي لا بس أن نزيدها وضوحا، وهي مسألة كيف يعرف المسلم أن صيامه كان مقبولا. تكلمنا عنها في الحلقة الماضية أو اللي قبلها لا أعرف، وفهمنا أن هذه المسألة سهلة، المفروض المسلم أن يستمر على طاعاته واستقامته في شوال أيضا، بل بقية الأشهر كذلك، فإذا يعني قصر في ذلك علم أن صيامه غير مقبول، لأن علامة الصيام المقبول هو الاستمرار على الطاعة، فإذا استمر بل ربما حتى أكثر من الطاعة على رمضان يعني هذا دليل على أنه مستقيم وأن صيامه قد قبله الله سبحانه وتعالى. نعم، أخت منى تسأل هل يجوز أن تصلي المرأة في بيتها صلاة العيد وكيف تكون طريقتها، وهذا يجرنا إلى سؤال من فاتته أيضا صلاة العيد في المسجد، هل يصليها في بيته ومتى ينتهي وقتها؟ إذا كان حضر مع الإمام، لم يحضر مع الإمام الصلاة كلها وجده قد أكمله يصلي في بيته. نعم يصلي في بيته، وكذلك المرأة يمكنها أن تصلي في بيتها، وطريقة الصلاة هي أن تكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، والركعة الثانية تقوم بتكبيرة ثم بعد ذلك خمس تكبيرات أخرى، وتقرأ من القرآن من هل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها، إذا كانت تحفظها، وإلا تقرأ أي شيء من القرآن. نعم، والسؤال عن قضية وقتها متى ينتهي، ذكرتم أنها تبدأ بعد حل النافلة من يوم العيد. نعم، حل النافلة تبدأ صلاة العيد وقتها، وينتهي عند الزوال، عند دخول وقت الظهر يفوت وقتها. نعم نعم. طيب شيخنا، إحدى الأخوات تقول إن هي وجدت في منشور دار الإفتاء عن قضية الإطعام أن يخرج كيلوين وربع من القمح وكيلوين من الأرز، قالت وهي يعني سمعت أن أي شيء يعني يجب أن يكون 2 كيلو مقدار صدقة الفطر فيه، فتسأل هل هذا صحيح أم لا، يعني هل الموازين متساوية في الأصناف التي تخرج طعاما في زكاة الفطر ولا مختلفة باختلاف نوع؟ هي المسألة تعتمد على مسألة ما يأكله الناس في العموم، ولذلك يختلف من شيء إلى آخر. معروف أن الثقل والوزن بتاع المواد هذه يختلفوا، معروف تو وزن حتى عندنا عند الفلاحين يعرفونها، قضية أن الشعير أخف من القمح. نعم، القمح أكثر وزنا. نعم، ولذلك المسألة تعتمد على ما يأكله الناس، 4 أمداد، فكم مدة هذه يختلف فيها أو يختلف فيها من طعام لآخر. نعم. طيب معنا اتصال أخت أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخت أم محمد. بالله المسألة كان مش سألتكم قلتكم على حلقة يمين ما عرفت. انقطع الاتصال، يا ريت تعيد الاتصال بنا. أخ عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عبد الرحمن. أهلا بكم وحياكم الله وبياكم وحفظك الله وحفظ فضيلة الشيخ. اللهم آمين وإياكم وأنتم بخير. بارك الله فيك. الأمة الإسلامية والشعب الليبي بخير إن شاء الله. اللهم آمين بارك. السؤال الله. هو إذا رأيت هلال الشوال ولم تستطع إثباته للناس، هل تصوم مع القوم أم تفطر؟ ولدي سؤال ثاني من ذلك. تفضل. عن قصر الصلاة، أنا أسافر إلى سبيل البحث عن المال ولا أعلم كم المدة التي سأمكث بها في هذا المكان،
وعودتي إلى مكان إقامتي أو وطني مرهونا على المال. إذا وجدت سارجة وفي أي وقت فهل يحق لي قصر الصلاة طيلة مدة بقائي في سفر؟ أنت ماشي معلش لو سمحت بس أنت ماشي عمل يعني ستمكث فترة عمل والله أنت ماشي تبتنهي مصلحة وترجع لا مش عمل يعني موظف حكومي والله نعطوه ضابط معين طيب تسمع الإجابة إن شاء الله لدي مثال يعني سؤال ثالث تفضل والثالث يعني مهوش سؤال التي تقولها رجاء أو طلب فنحن كنا نتفق على أن كل طالب علم يعني يمر بمحطات اليأس والتعب والفشل ومواجهة الصعوبات والعوائق الهائلة أثناء فترة تحصيله العلمي والكثير يعني ينسحب عند وصوله إلى وسط الطريق فنود أن نعلم كيف استطاع فضيلة الشيخ حمزة بن فارس أن يتجاوز كل هذه الصعوبات التي لربما كانت الأصعب من اليوم كثير من حيث التنقل وزد عليها ضائقة المالية في حومها فمثلا فضيلة الشيخ حمزة لا يمتلك ما شاء الله من الشهادات وقالوا بأنه يتحدث اللغة الفرنسية فكل هذا صعب تحصيله في ذلك الفترة والتي لربما تعلم لغة أجنبية مثل الفرنسية لطالب علم للشريعة الإسلامية فالناس دائما تشاهد النتائج ولا أحد يرى مقدار التضحيات التي تقدمها في سبيل وصولك إلى هدف فنرجو منكم تخصيص حلقة يعني كي يحكي لنا الشيخ قصتها والتي لربما تكون تحفيزا لكثير من طلبة العلم هذا يعني طلب لو كان حتى كان بعد رمضان عيد الفطر المبارك يعني عائلة إن شاء الله بإذن الله المحطة. أبشر بإذن الله تعالى بارك الله فيكم وموضوع جميل لعلنا نقنع الشيخ به إن شاء الله بارك الله فيكم طيب الأخ صلاح السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخ صلاح مرحبتين شيخ مرحبتين بيك تفضل بارك الله فيكم مرحبتين بارك الله فيكم فيك بارك الله تفضل نسأل الله نسأل الله ربي يعني البلاد والعباد في العيد المبارك آمين ويخف الليل الأمة على هذه البلاد الشيخ والله مسأل سؤال للشيخ تفضل الشيخ تروح مثلا تجيب جنب حمام حشاك على يمين في حمام مثلا جنب على اليمين باب الحمام على اليمين يصلي يجيك على كرسي طبعا المقعد هو كراحه تجي يصلي على كرسي الباب تصلى والحمام جنب على اليمين لكن مسكت الحمام شنو الصلاه تجوز ولا تجوز؟ تسمع اجابه ان شاء الله واضح شيخ في سؤال ثاني لو سمحت تفضل ما مثلا يخش كراحه من يمشي قامص طبعا حشاك الحمام مقعد عارف في جهه مقعد زوطه ما فيش الفوقيات العاديات مثلا شك تنزل مصبيك فيها شيء وما فيها شيء بس الشيخ هيك تسمع الإجابة إن شاء الله يلا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيكم بارك الله في اتصال أخرى حاجة لطفية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحبتين حاجة لطفية تفضلي سؤالك السلام ورحمة الله نسألك لا ريت يا ريت نكسي صوت يا ريت نكسي صوت التلفاز في تيما وعايشة بناتنا بدون مرسل من غير مرتب نبي نطلع لها زكاة الفطر وعندي شوية فلوس نبي نطلع عليهم ما تاخذش مرتب بها متوفي بدون مرتب تبي تطلعي عليها زكاة الفطر يعني تبي تعطيها الزكاة ولا تبي تطلعي عليها تعطيها عنها يعني ما تاخذش مرتب بها متوفي بدون مرتب يا ريت توطي صوت التلفاز وتسمعينا من الهاتف لو سمحتي. باها زكاة الفطر بتاع رمضان وعندي شوية فلوس نبي نطلع عليهم زكاة نبي هل نعطيهم هل يجوز لها ولا ما يجوز؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة. طيب. طيب شيخ نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا الأخت زهراء تقول استيقظت في الصباح تخرج دما من جوفها. وقالت يعني لم ترجع منه شيء حسب ما فهمت منها هذا لا تأثير له على الصوم نعم
هناء تقول قريبتها الطبيب منع عليها الصيام بسبب ان هي يعني دايره دعامات وعمليه قسطره واشياء اخرى، فتسال عن الفديه لان هي ما تعرفش هل ستصح فتقضي هذه الايام ام ستمكث على مرضها هذا دائما. هو هذا على حسب ما يقول الاطباء، اذا كان قالوا يمكن ان تصح في الايام حتى بعد حين المفروض لا تدفع شيئا الا قضيه القضاء. نعم. أساس القضاء نعم هذه ضرورية. ثم إذا كانت المسألة أزمنت عمرها كلها لا سمح الله فهنا نعم تدفع عن كل يوم استحبابا نصف فترة. نعم. نعم. طيب. الأخ جلال يسأل سؤال متعلق بما تحدثتم عنه من صلة الأرحام، يقول صلة الرحم في الإسلام تصل إلى أين؟ يعني ما كأنه يسأل عن من هم الأرحام؟ ابن الأخ، ابن العم، ابن العم، ابن الخالة، وهل الجار صلة رحم؟ وأصحاب الوالد المتوفى هل هم صلة رحم؟ بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. هي هذه القضية ما هيش محددة بدقة، معناها لازم كذا واللي غادي منا ما هوش رحم، لا قضية كل من يقرب إليك عن طريق أمك وأبيك فهو ذو رحم، إذا ما في إشكال في المسألة. وهذه قضية المفروض مع الناس كلها، الناس واحد معناها يلزم يقاطعوه والله يديروه، ما اللي ما بينك بينه شيء، البعيد هذا ما فيش مشكل، والقريب من باب أولى تكون علاقتك به طيبة. فالرحم وبالنسبة اللي قال معارف أبيه وأصدقاء أبوه هذا واجب وجوب، هذا لأن هذه ورد فيها حديث أخرى أنها من البر زيادة. نعم، بر أبيه. نعم تماما. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. نهى، السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم، تفضلي أخت نهى. أيوة، عليكم السلام. تفضلي سؤالك. معلش لو سمحتي بنسأل الشيخ. تفضلي. يعني بنسألك إن أنا عندي الوالد ديما يدي علينا على طول صبح وليل. لا تفضلي تفضلي نسمعوا فيك. ايه باهي، قصدي كيف نتصرف معاه، قصدي هو قصدي من الدعاء يدي علينا وقصدي يشتم فينا ومشاكل صبح وليل، ما عرفناش كيف نتصرف معاه. شو درتوا له انتم؟ كيف؟ ماذا عملتم معه؟ لا يعني لو يعني نادي ولو احنا ما جيناش شويه يقعد يدعي. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. أوكي. مروة، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي أخت مروة. أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا بنسأل يا شيخ، السنة اللي فاتت طبعا في يوم من الأيام رمضان زوجي فاق بعد الفجر فهي وشرب مية، وطبعا ما صامش اليوم هذا وجاء رمضان الثاني، فشن حكمه يعني؟ هل انت قضاء وكفاره او شنو يعني بالضبط؟ هو يشرب بعد الفجر متعمدا؟ لا هو مش متعمد، ما من اليوم شرب طول يعني ما يندرش عليه ابدا الفجر. وما قضاش هذا اليوم، وبعدها بعد ما شرب الميه هذه استمر في اكل وشرب يعني حتى؟ لا 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 لا، لا شرب بس عرفت ما يندرش عليه، وبعد ما شرب قال لي شنو اذن، قلت له اذن من بكري. ما عودهاش الى دخول رمضان هذا؟ مش متعمد يعني. ايوه، وما قضاش الى رمضان هذا؟ ايه ما قضاش، عرفت ما قضاش قبل رمضان السنه هذه. تسمع الاجابه ان شاء الله. تمام، مشكور. ام محمد من ترهون، السلام عليكم. تفضلي اخت ام محمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي اخت ام محمد. بنفس الشيخ، انا امس حلفت قلت لكم ما راجلي حلفت باليمين على ولدي مرتين. فما عرفتش بصراحه هل انا كنت مطلقه ولا مانيش مطلقه، ما عرفتش الاجابه شنو. هو مفروض زوجك هو اللي يكلم يسال عن مثل هذه القضيه يعني. قلت له لكن ما اقتنعش، واني اللي قعدت حايره. هو كيف كانت صيغه الحلف؟ هو كان غايد، عرفت السياره كنا ماشيين وغايد من الصغار. لا قصدي الجمله اللي حلف بها شنو؟ يعني قال علي اليمين ما كنا نازل من السيارة، نزل لولدي
طيب وبعدها والمرة الثانية حلف على التليفون، التليفون حطه بقمته فوق خداه ولدي حلف على، قالوا علي اليمين مكوى خدا غايد توا في رمضة. طيب قلت له برا شفت وما مشاش بصراحة، واني قعدت حيرة بين النارين معش عارف هل أنا متطلقة ولا مش متطلقة بحكم اني قاعدة معاه. وهو يعني لما انت تحدثت معاه قال لك انه هو يقصد الطلاق بهذا اليمين؟ لا هو ما يقصدش فيه الطلاق، لا ان كلمه هيك ماشيه فيه زي ما نقول احنا نحلف وحلف هيك مشت فيه الكلمه هذه مرتين، قلت له مرتين نعطيك نقول له ما تقولهاش ما عادش تعاودها. طيب تزلق مني يقول لي مش مقصوده هيك، ربي عارف اني حلفت على خاطر الولد مش مثل شيء ثاني. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله، لكن اظن ولا لا شيخ ان مفروض الرجل هو الذي يسال عن مثل هذا على قضيه علي اليمين ماذا يقصد بها وكذا، مفروض اللي نعرف انها في ليبيا معناها الطلاق. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله بالتفصيل باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب طيب شيخنا الاخ عبد الرحمن يسال يقول من راى هلال شوال هو في نفسه ولم يعمل بشهادته هل يصوم مع الناس أم يفطر باعتباره أول أيام عيده؟ هذا يفطر بالنية كما نبه عليه العلماء، ولا يفطر عيانا لئلا يتهم، ولذلك في النية لازم يفطر لأن ممنوع صيام يوم العيد، لكن لا يفطر أمام الناس، حتى لو يعني عرف أنه ليس مراقبا من قبل أحد لأن ما يدريش على الظروف المحيطة به. ولذلك نعم النية هذه ما فيهاش مشكل أن لا يصوم نية بل يفطر نية، لا إشكال في ذلك ولا تسبب له أي متعب. نعم. طيب السؤال الثاني عن السفر، يقول هو يسافر لغرض مثلا بعض الأعمال ينتظر حتى ينجزها أو يبيع بعض الأمور ثم يرجع، فهل يشرع له أو يرخص له في القصر وفي رخص السفر وهو لا يعرف متى سيرجع؟ إيه هو في حال سفر الآن يبدو يعرف أنه في حال سفر، أما حكاية عدم الرجوع هذه القضية مسألات تعتمد على هل محدد من الأصل، وإلا يعتمد على أن يبيع شيئا ما أو يقضي شيئا ما. إذا كان محدد المسألة ننظر يعني هل يبقى 4 أيام أو أقل، إذا كان بقي أكثر من 4 أيام فأكثر فهذا مقيم يكمل صلاته. أما إذا كان كل يوم تحدثه نفسه بأنه ربما غدا يرجع إلى بلاده، هذا في حال سفر، ولو بقي عاما كاملا كل يوم يحدث له ذلك. طيب سؤال الآخر هو طلب يعني، ولعلكم يعني هو قال يعني كثير من طلبة العلم حينما يشرعون في بداية طلب العلم يصاب بعضهم بالفتور ويصاب باليأس لكثرة التخصصات المطروحة وكثرة العلم يعني، فيصاب باليأس لأن طريق العلم طويل كما تعلمون. فقال أنتم عندكم تجربة في طلب العلم وفي القراءة ويعني وأخذتم كثير من الشهادات وتعلمتم لغات أخرى، فلو تطرأ يعني تتحدثون عن تجربتكم في ذلك وعن المصاعب والعقبات التي واجهتكم في طريق طلب العلم. قضية العقبات هذه تختلف من شخص لآخر ومن جهة لأخرى ومن بيئة لأخرى كذلك. نعم. ليست العقبات التي تواجه طلبة العلم واحدة. نعم. في العالم بأسره. نعم. لكن راهو أنا تجربتي في العلم ضعيفة جدا وقصيرة ولا يقال بها لا تؤخذ كمعيار تبني عليه أمرك، بل يجتهد نعم أضعاف مضاعفة، ولابد أن يكون عندك اتجاه معين لأن العلوم كما ذكرت الآن كثرت كثرة كبيرة. كان الناس يعني العلماء الأولين كانوا يعني يتقنون عدة علوم لكن كانت القضية محصورة، أما الآن حتى التخصص الدقيق نعم يتفرع عنه تخصصات أخرى، وبالتالي معناها اللي تميل له نفسك ابذل فيه مجهود واتقنه ووفقك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. طيب صلاحي يقول من صلى في مكان وعن يمينه يعني دورة مياه هل صلاته صحيحة أم لا؟
صحيحة نعم. نعم. يسأل السؤال الثاني عن قضاء الحاجة من قيام، يعني لمن لم يكن المكان مهيئا لقضاء الحاجة من جلوس. ممكن جدا نعم، هذه قضية حسب الظروف متاع الشخص يعني والمكان نفسه. نعم، يتحدثون عن قضية الفقهاء عن مسألة التبول وهو واقف، قالوا هذا يعتمد على الأرض، هل هي رخوة ولا يابسة، هل ينتثر عليه من بوله شيء يخاف من ذلك أو لا، الأرض نفسها تمتص هذه المسألة، فكل ذلك يعتمد عليه. نعم نعم. طيب معنا اتصال أخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أحمد. كنا قد سألنا يعني عن حكم أخذ الحج بمال الحرام، وقد تزبتم بأنه يعني لا تجزي. أودنا أن أسأل مرة أخرى عن أن أخذ المال من أحدهم، لأنك المال الذي تملكه ليس حلالا، فتأخذ المال من أحدهم برحم المال الذي تملكه، المال الحرام الذي تملكه فتحج، هل يدخل من باب التحايل؟ وأنت تسأل عن حكم الحج بالمال الحرام، أظن الشيخ أفتيتم بأنها تجزئ ولا ثواب فيها، هكذا نعم. هو الشيخ أفتى بأنها مجزئة ولكن لا ثواب فيها، يعني تسقط حجة الفريضة لكن لا تنال ثواب فيها. سؤالك اليوم أنك أنت تأخذ مال من شخص آخر حتى تتخلص من مال الحرام هذا اللي عندك وتحج بمال من شخص آخر. نعم، تأخذ مال من واحد تاني ولا حلال، يعني أنت اللي عندك يعني ما هوش حلال. تسمع الإجابة إن شاء الله. عندي سؤال تاني. تفضل. السؤال اللي بنصحه يعني اللي بنصحه الشيخ تحت الهواء لو ممكن يعني. نعم. بتواصل معه تحت الهواء. إن شاء الله بعد الحلقة بعون الله تعالى تواصلنا. شكرا. عيسى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخ عيسى. بارك الله فيك. بالله الذي نسأل الشيخ حمزة. اتفضل. نسأل في حالة واحد من أطلق زوجته ثلاث مرات في مرة واحدة. بلفظ أنت طالق، هل تحسب طلقة واحدة أو تحسب ثلاث؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. تسمع الإجابة. وفيكم بارك الله. طيب شيخنا، الحاجة لطيفة أو تسأل تقول عندها بنت أختها يتيمة وعايشة معنا، يعني يتيمة الأب وعايشة معنا في البيت ومن غير مرتب، هل يجوز أن تعطيها زكاة الفطر وعندها شوية أموال صدقة يعني من زكاة، هل يجوز أن تعطيها لابنة أختها التي تعيش معهم؟ يبدو أن أباهم توفي. نعم يعني يتيمة قالت. إذا كان الأب قد توفي نعم يمكنها أن تعطي لهذه المرأة الفقيرة. نعم تعطيها زكاة الفطر. نعم. نهى سمعتم سؤالها تقول والدها يدعو عليهم ليلا ونهارا ويشتمهم، فكيف يتعاملون مع مثل هذا؟ ما لم أسمع. والدها يشتمهم ويدعو عليهم ليلا ونهارا قالت. إذا هذه القضية أو المسألة يعني لها سبب أو لا سبب لها، إذا كانوا يعني هم يعني يعملون عملا لا يرضيه، هذا السبب الذي يثيره ويجعله يسب ويشتم إلى آخره، فالمفروض أن يغيروا سيرتهم ولا يعملوا هذا العمل. أما إذا كان بمجرد أي شيء نعم يسب ويشتم ويتلفظ بألفاظ قبيحة وكذا، لا شيء عليهم هو، وإنما الإثم عليه. نعم نعم. طيب الأخت مروة تقول زوجها شرب ماء بعد الفجر وفي رمضان سابق ولم يقضي هذا اليوم حتى الآن، يعني فهل عليه كفارة مع القضاء؟ لا، ما عليه كفارة إذا كان هو نسيانا. والله يعني هكذا فهمنا من السؤال. نعم، ما قالت انه هو يظن ان الفجر لم يؤذن وشرب نسيانا، فلا شيء عليه وعليه القضاء طبيعة الحال كان هو فات الفجر. والقضاء هذا اذا كان ما صماش حتى دخل رمضان الاخر يعتمد على هل كان يستطيع ان يصومه في شعبان الاخير قبل رمضان، قبل ان يدخل رمضان الاخير
أو لا يستطيع. إذا كان عذارة متواصلة مثلا لا يستطيع أن يقضيه فلا شيء عليه، أما إذا كان يمكن أن يقضيه وفرط في ذلك فعليه الكفارة الصغرى، هي مد من طعام، إذا كان يريد أن يدفع طعاما لمسكين بعدد الأيام، مساكين بعدد الأيام. نعم. طيب معانا اتصال عبير. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، تفضلي أخت عبير. قلت لك أنا رجعت في رمضان، أنا حامل ورجعت في رمضان. ورجع شيء إلى جوفك؟ ما نعرفش رجع ولا لا، عندي شك، أنا ما أعرفش. تسمع الإجابة إن شاء الله. هل رد ولا لا؟ تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سعاد، السلام عليكم. ألو، وعليكم السلام. تفضلي أخت سعاد. ألو، تفضلي أخت سعاد. السلام عليكم. أول شيء نحب نهنيكم بمناسبة العيد، إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا. حابة نسأل كذا أسئلة وعندي طلب لو سمحت. تفضلي. تفضل عليك. أول شيء أنا بدي نسأل على قضاء الأيام نتيجة الحيض، طبعا هو المرأة في العادة تفطر متتابعة، تفطر أيام متتابعة، هل القضاء ضروري يكون كذلك يعني نص يعني نصيم متتابع أو نقدر نصيمهم يعني متقطعة؟ وكذلك معلش بالنسبة لستة من شوال، هل نقدر نصيمهم اثنين وخميس وكذا أو نقدر أو ضروري متتابعة؟ السؤال الثاني معلش، أنا عندي فيما سبق هي قديمة، أول ما بلغت قصدي نحس إن نشك إن في أماكن ما خدتهمش كما يجب، أو مثلا يكون تهيت على اليوم أو كذا، كيف نقدر نقطع الشك؟ هل نصيم وندفع كفارة أو نصيم هيك وخلاص؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. معلش طلب أخير بس، إن شاء الله بعد العيد نتمنى إن تخصصوا حلقات خاصة بالمعاملات وتحديدا تتعلق بالمال كالربا أو الرشوة وكذا، لأن إحنا قصدي توا حاليا في مجتمع يعني قصدي تختلط علينا الأمور فنضيعوا يعني ما عادش نعرف إذا كان هذا الأمر ربا أو رشوة أو ما شابه. شكرا، بارك الله فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله، ونحن بدأنا يعني قبل رمضان في قضية فقه البيوع والمعاملات المالية، وإن شاء الله نرجع لها بعد رمضان إن شاء الله تعالى. الأخت إن شاء الله بارك الله فيك. طيب شيخنا نجيب عما تبقى من أسئلة. الأخت أم محمد من ترهونة تقول رجلها سمعتم أنه حلف باليمين مرتين، يقول له لد لابنها علي اليمين ما تنزل من السيارة بعدها ينزل، علي اليمين ما تقربش التليفون بعدها يقرب التليفون، فقالت أنا هو ما سألش وقال لي أنا ما نقصدش الطلاق وما فيها الشيء، وأنا تمت حائرة يعني ما عرفت روحي هل أنا على ذمة هذا أم لا. هو اللي يبدو أن تكرر منه ذلك هو. نعم. ليس خاصة مرتين يمكن. نعم لا أكثر. إذا كان خاصة مرتين ما فيش إشكال، لأن عليه أن يرجع زوجته ويقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وتنتهي القضية، ومعاش يكرر المسألة. نعم. لكن كان كل ما يعني خطر له خاطر والله حدث له حادث يقول عليه اليمين، مشكلة كبيرة هذه. نعم. ما عندي لي حل والله. نعم. طيب السؤال الأخ أحمد، حكم الحج بالمال الحرام أجبتموه عنه، قال من باب يعني إذا أراد الإنسان أن ينال الثواب والإجزاء، هل يأخذ أموال مثلا من شخص آخر ويترك ماله الحرام ويمشي حج به، ولا هذا يعتبر من نوع من التحايل؟ لا، هو المال هو ما هو المال الحرام، النقود لا تتعين كما يقول الفقهاء، ما تقدرش تقول ديناري هذا هو الحرام وديناري هذا هو الحلال، المعاملة هي اللي تخصص مسألة الدينار هذا ولا الدينار هذا، ماشي الدينار في عينه لا يتعلق به حرام ولا حلال، الدينار هو هو سواء عند العصاة أو عند المطيعين، لكن إذا كان يعرف أن أمواله كلها حرام هو يتوب ويتخلص من هذا المال الحرام، وإذا استلف بعد ذلك مالا آخر كما قال في سؤاله فماشي الحال. نعم
نعم. الأخ عيسى يقول: من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بتكرار اللفظ طالق طالق طالق، هل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ المسألة تعتمد على قضية ما يريد بقضية التكرار. إذا أراد أن يسمع الزوجة هذه وإلا ذويها وهو ينوي فقط تكرارها، ينوي تكرار هذا اللفظ، هذا عليه طلقة واحدة حتى ولو كررها 20 مرة. وإذا كان هو نوى في ذهنه العدد فيلزمه ما نوى. نعم. طيب، عبير تقول رجعت في رمضان وما عرفتش هل رجع منها شيء أم لا؟ استقاءت وما عرفتش رد شيء منها أم لا؟ لا لا، الشك مطرح. نعم. سعاد ما يعولش عليه. سعاد تقول: قضاء الأيام نتيجة الحيض، هي تحيض أيام متتابعة، هل يجب القضاء تتابعا؟ لا لا لا، لا يجب تتابعا. والست من شوال، لكن الستة من شوال حتى لا يجب تتابعا. عند المالكية كما ذكرنا لها قصة طويلة، بل تتابعها مكروه عند المالكية. نعم. أيوة. بلغت وشكت أن في أيام لم تقضها كما يجب. بل شكت أن في أيام بعد البلوغ لم تقضها. إذا كان الشك، الشك مطرح هذا ما يعولش عليه، لكن كان ظن ظنا قويا عليها أن تتحرى، يعني بين شهر أو ثلاثة شهور تجيب ثلاثة شهور. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، لعل هذه الحلقة تكون الأخيرة في هذا الموسم، فلو تودون أن توجهوا كلمة لي. ونهني الشعب الليبي بقدوم العيد إن شاء الله، وبارك الله فيكم أيضا. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في مواسم أخرى إن شاء الله، لو كان يعني غدا يوم العيد، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.